شمال في نص ملعب النادي الاهلي، باص مش مظبوط توصل طويله في نص ملعب قوات الدفاع الجوي، محمد محمود يقطع، ماشي محمد، محمد يزق واحده، محمد شريف لمحمد محمود، لسه هتشوط ولا ايه؟ ايه زياد طارق جون، زياد طارق جون جون جون، اول الاهداف في الدقيقه الثالثه، زياد طارق بليسنج قال اهي سهله بتتحط فيها يعني صباع الرجل الكبير وبتروح سهله على طول لزياد طارق على يمين عبد المجيد محمود، واول اهداف اللقاء. شوفوا حضراتكم صلاح محسن سند على طول، وزياد طارق السهل على طول حط بطن رجله فيها استلامه حلوه في اليمين في نص ملعب الدفاع الجوي، لسه مع الكوره وحيد يسند صلاح محسن ولا ده محمد شريف، شريف لمحمود وحيد عرضيه مريحه قوي، وادي زياد طارق جون جون، ده زياد طارق ولا مين ده؟ كريم فؤاد، كريم فؤاد براسيه الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 12، كريم طارق يعني العرضيه سهله والراسيه يعني كريم فؤاد اهو لعبها، حتى تعامل عبد المجيد محمود معاها غريب شويه يعني غريب شويه، فالكره دخلت الجون في النهايه هي الهدف الثاني للنادي الاهلي بصراحه. هدف لسه محمود وحيد هيلعب الضربه الركنيه الاهلاويه، اتلعبت على طول ليه محمد محمود، عرضيه عرضيه راسيه جون، راسيه جون صلاح محسن، صلاح محسن عرضيه راحت وطلع محسن ركب الكره صح قوي، والدقيقه 31 الهدف الثالث الاهلاوي. ادي ايه العرضيه يا ولد، ده صلاح محسن ولا حسام حسن؟ صلاح محسن هو اللي طالع لسه الكوره، وليد سليمان، وليد سليمان حلوه لحسام حسن، هيعمل ايه الرابع؟ حسام حسن الهدف الرابع مع الدقيقه 50، يبقى الدقيقه 50 وحسام حسن ياخد عرضيه من ايه؟ من وليد سليمان نموذجيه على طول وتوصل الكوره يحط الهدف الرابع. ادي الاعاده وادي العرضيه وادي الكوره توصل حسام حسن على طول على يمين محمد علي الرابع. الكوكا يطلع احمد عبد النبي انطلاقه اهلاوي، عبد النبي الشحات محطه معاه، الشحات الشحات هيحط الوليد سليمان، محمد علي تعدي ومحمد اشرف جون، وليد سليمان قال له حط يا عم انت يلا، الهدف الخامس للنادي الاهلي. محمد اشرف مع الدقيقه 88 لسه اهو بقى هدف بقى يفصلنا عن الستة، النتيجة المحببة دايما للجمهور الأهلاوي.